بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميل الجزائر والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. الزول في اللاونة زول الجاريين الجاريين اللي عايشين دي تمورت اوك ذو الغربة. بونجور سالي تو لي زالجيريان يا الجيريان كي فيفون لانجيري يا ليترونجي، لا شرقية لا غربية. الثقافة الجزائرية الزول وانا النزول، الزول وانا النزول. يا خوتي اليوم نهضروا يعني لبعض الاشخاص راكم تشوفوهم في الفافات، كي يلحق واحد يرشح روحه يقول لك ما نروحش لهذيك الجهه وهما عنصر الى اخره. اليوم حنا نقولوا لا شرقيه لا غربيه، لا للغرب لا للمشرق. نمد زوج بلدان، بلدان اللي يتبعوهم هاد الاشخاص سواء لي فرانكوفون ولا سواء لي زارابوفون ولا نمد دو بي ليكزومبل. التاريخ باسكو التاريخ يعود يعاود يعيد نفسه التاريخ. يعني مت فرنسا الجماعه دول تاع الفرنكوفون الى اخره، نقول فرنسا ليس مثل في الديمقراطيه في حقوق الانسان في كلش، ليس مثل. لان قولك حقوق الانسان هي حقوق الانسان هذه سيتون دوريجين غريك، هذه اول. والديمقراطيه اليوم يتغنوا عليها الغرب، الديمقراطيه الى تي كري بار لي بيرس، لي بيرس هما الاول اللي داروا الديمقراطيه، ومن بعد داوها لي غريك. باسكو كيما قلت لكم يا خاوتي اون سيفيليزاسيون سي ان تيموان، كل واحد يباسي تيموان الاخر. هذه هي باش المسلمين حنا كي كنا داروا بيت الحكمه داو من عند لي غريك، داو من عند الاخر، ومن بعد داروا لي تراديسيون، ومن بعد طوروا هذوك النظريات. هذه هي الحضاره. اليوم نهضر على هذه فرنسا. فرنسا ما عندهاش باش يجيش بريسيس، ما عندهاش حل يعني محل الاعراب في التاريخ، في التاريخ والان سورتو الان الحاضر المعاصر ما عندهاش. دار واش داروا سي الفرنسيين؟ هما جرثومه العالم، جرثومه العالم. علاش؟ شوفوا الناس يعني كما قلنا لكم يا خوتي هضرنا عندها شحال، هضرت على بيت الحكم المسلمين كي كانوا داروها، وكاين بلاد واحد الا في لا ميم شوز. لا ميم شوز شكون؟ المانيا. المانيا دارت كانيت بيت الحكمه، اداتها من عند المسلمين باسكو هذاك لوروا تاعهم لا غنسيت اسمه قرا فلاسيسيل، ولا سيسين كانت في هذاك الوقت تاع المسلمين كان يقري والحضاره الى اخره. هو قرا تمو ويعرف العربيه، مي هما ما يهضروش هايدا، كاين كتب يثبت على ذلك. المانيا واش دارت؟ يعني هذا المشروع هذايا كان مشروع تاع احد السلاطين العثمانيين، هو عبد الحميد الثنين السلطان العثماني لي بروبوز على الالمان يديروا. سمعوا مليح يا خوتي، باسكو في هذاك الوقت في 1903 حتى 1940 كانت بغداد الحضاره سي كيما يقولوا لو سيرفو، لو سيرفو دو لا سيونس، كانت بغداد بابيلون الى اخره لو سيرفو. حتى كاين واحد المدينه مبنيه سي جيومتري كيما يقولوا، حتى اليومين هذا لي زارشيتكت حاروا من هذا الشيء. التلسكوب من خرج خرج في بغداد الى اخره. يعني شوفوا يا خوتي الناس كيف تدير. الالمان ومن 1903 دارت معاهده مع الاتراك، مع السلطه العثمانيه اللي مد هذا البروجي، الى تي فيلونسي هذا البروجي بار لا دويتش بانك يعني البنك الالماني. وثانيا واسمو هذا الشيء هذايا البروجي هذا واسمو بغداد بان، يعني الشومان دو فير دو بغداد. يجوز كيفاش من الالمان حتى لبغداد 1600 كيلومتر. واش داروا؟ يجوز على بلدان اوروبيه، على واسمو على سيربيا، يجوز على سيربيا. واش داروا لي فرونسي؟ هذه حقائق. لي فرونسي ولي زونغلي ايزون فينونسي لي ناسيوناليست سيرب. تعرفوا هذه المقولة زعما قت هذاك الناسيوناليست سيرب اللي قتل لوروا تاع تاع لوتريش على جالونا ضد الحرب الأوروبية. أنا ما نقولش عالمية لأنها ليس حرب عالمية، وهذيك تاع 45 ليس حرب عالمية، حرب أوروبية إيش بريسيس. يعني هذه ما شوفوا يعني السوسة تاع لو موند،
لو بوازون لو فيروس تاع لو موند سي لي فرونسي توجور فرنسا. نولي للمشرق السعوديه. السعوديه خوتي كيف تخلقت بني سعود هادو؟ كيف تخلقت؟ اتخلقت من طرف احد الجواسيس الانجليز. اش بريسيز جواسيس الانجليز اللي يحب يقرا مي كاين غير بلونجلي واسمو لا بيوغرافي دو جون فيلبي. اش بريسيز جون فيلبي لا بيوغرافي تاعو يعني سي تري انتريسون باش يشوف هادو اللي جبدونا هادو تاع المشرق ولا يجبد لي فرنسا. سي بوسان جبت لكم هادشي. حنا ما نتبعو اي بلد لازم يكون المفكرين تاعنا باش يبني الجزائر هذيك نورمال عنده نظره يقرا احد المنظرين ومن بعد هو يديفلوبي لا تيوري الى اخره. هذه هي يعني نولي للسعوديه. هذه كانت مفينونسيا كيما يقولوا احد الجواسيس دخل الدين الاسلام وبعض يقول لك دخل بعض يقول لك لا واسمه سير جون فيلبي. لو ليفر هدايا هضر على علي سعود وهضر على واسمو هذاك والله غير اللي دار والله غير نسيت الوهاب عبد الوهاب ولا واسمو. يعني الى في لاليونس اونتر لا ريليجيون و البوفوار. وهذاك الوقت جاو يقتلوه آلي رشاد. هادو آلي رشاد هما الصح تاع السعوديه لان الاهل تاع الصح هما يعني جماعه لا جورداني هذيك الملك والاخر. جاو حاربوه قالوا هو هضرها قالوا واحد قالوا لو كان تجي تولي لا عندنا هنايا نعطيوك. وهو راح مع علي سعود ودال الفتنه الى اخره باش تشوفوا يعني البلدان هادو كومون ايزونتي كراي. فرنسا 24 هتلر دخل فرنسا يعني ليس مثل سعودية عمرها ما ضحات. السعودية الإمارات قطر عمرهم ما ضحاوا لكن الأمة الجزائرية ضحات. بعض الأشخاص يقولك مليون ونص. ماشي مليون ونص يا خوتي. لو كان نحسبه من 1830 باسكو فرنسا دخلت في 5 جويلية 1830 وبعض يقول لك لا مقبل دخلت حتى 62 أو ألوف ملايين اللي ماتوا. كان الحر كان المقاومات الشعبية إلى آخره. يعني التاريخ يعاود نفسه. الآن الأمة الجزائرية توحدت كي لبرمير نوفمبر سيكونت قات. الأمة الجزائرية ما يشتسمع لهادو اللي يقول لك المشرق الغرب ما همش يسمعوا خلاص لأن الأمة قرات التاريخ تاعها. تاريخ لي الحقيقي ليس التاريخ المزيف اللي رانا نقراوه في قريناه في المسيد تاع بومدين تاع فلان وقلت لكم شحال مخترع. روحوا غير المقام الشهيد تلقاو غير فوطو وحدة تاع الدال حسين الله يرحمه وفوطو وحدة تاع المرحوم والشهيد واسمه محمد بوضياف الله يرحمه. الاخرين كاع خوانا اش بريسيز خوانا تلقاو معمرة بهم. واحد يقول لك بيست انا مجاهد واحد يعني الشعب مرق. اليوم الحل ما هو الحل في الجزائر. الحل في الجزائر كما قلتكم اللي يجيب لي حاجة جديدة اونيدي. واش يجيب للجزائر؟ واش راح يجيب للأمة؟ ما نشوفش يا خوتي الايديولوجية تاعو. ما نشوف يا لو كان يجي من المريخ ستان اكسترا تيرست مي عنده أفكار باش يبني بلاد. أني معاه شوية في كلوي إلى يوم الدين وما نشوفش واش من الجهة ولا ما باسكو هادي شفنا هادو في الجزائر. إذن الجزائر والأمة أي تتصاعد في الثورة تاعها كيما لو البارح قلتكم لافير تاع المهرس. يعني قرات التاريخ تاعها. فرنسا كانت ديرونجي وهادو كانوا مديرونجين كيف كيف لا ميم شوز. المستدمر والاستعمار الجديد او ديرونجي ما عندوش حل. اوكي حل حب يدي الجزائر الازمه. هو يقول لك دا بعض يقول لك الجزائر رايحه لاخر وكذا على بنا يا خوتي. يلفو ان ساكريفيس تضحيه. لازم نضحي كيما ضحات سنغافور. سنغافور كانت فقيره والو. علاش لازم الشعب يصبر. اللي يجي جديد الحر
إش بريسيس ليس هادو الخوان انا رشحوا رواحتهم. الحر اللي يجي جديد لازم الامه تصبر تصبر يشوف الاعمال تاعو اسكو لي بارول تاعو واش يهضر يدير ولا لا لا باسكو سنغافور لي بريزيدون اللي كان في هذاك الوقت قال لهم لازم تستناو 15 سنه ما وعدهمش قال لهم على عام عامين واللي يقول لكم يا خاوتي الامه الجزائريه هادو الخوان يقول لك على عامين 3 سنين ما كاش منها هادي اقتصاديين سياسيين ما كاش منها لازم تصبر 5 سنين الى 8 سنوات تصبر باسكو يفو كيما يقولوا الجزائر نردوها لسكه الحديد ليس هي في سكه الحديد كما قلت لكم باسكو سكه الحديد كما قال لكم هذاك خالد واسمو الخائن هذاك قايد الخائن قال لك سكه الحديد باسكو سكه الحديد تشوف غير القدام باسكو واش يهضر كما قلت لكم لا ديرين فيديو ماوش او يقول خليو هذوك اللي سرقوه الاخر ما نحاسبوهمش اذا هادو الحر اللي يجي جديد الحر بريسيس ليس كما قلت لكم الخوانه الحر اللي يجي جديد لازم يرجع هادوك الدراهم للأمة لازم شي اوبليغاتوار باش يبني هادي هي يرجع اللي سرق كيما زرهوني يزيد زر اللي عايش في كندا عنده الرونش مين جاو الدراهم ماشي غير هو هذا فارق بجاوي او هدر هذاك اكبر سرق عرفته البجارية هذا شكيب خليل يهضر يدير لي فيديو يحطو في الجران نتا وحهم يقول لك هو اللي هادو اللي باعوا الجزائر من قبل اللي باعوا الجزائر اذا الجزائر يا خوتي لو فوت هذا ما يدينا حتى ان فوت كما قلت لكم يا خوتي ان فوت تاع 6 موا 3 موا يسورا بلاني بار 3 موا 4 موا ما كاش منها هادي ما كاش منها لوجيكمون Le vote sera plein d'un an, deux ans, quatre ans. C'est ce qui est l'autre. Parce que chaque fois, je ne sais pas ce que c'est un insane. Et j'ai besoin de les gens qui sont avec eux. Ben Blis, Ben Blis, c'est le plus grand Blis. Il y a Blis, qui vous dit, Blis, Blis, Amen, Blis. C'est ce qui est l'autre. Je ne sais pas si je ne اكبر خائن واللي يتبعو اكبر اي عنده البارت بارو تاعها تاعو تاع هذيك دهيليش اللي كانت جورناليست نسيتو وحده هذيك فريده بزا اللي عندها ديزاجونسي موبيليا في الجزائر اللي بنات بزا المشروع بزا في بيرموند رايس نسيتوهم كاع هادو كاع سرقوا الامه سرقوا اذن باش واحد يقول لي ما نحاسبوش يكذب لازم نتحاسبوهم كيما الامه الشباب الجزائري يحرق ويزيد يحرق الى اخره هما يروحوا حراقه البلدان هادو ما يعيشوش لاباس في البلدان وين سرقوا ما يعيشوش هي عندها ناسيون هذه فريده بزاف عندها ناسيوناليتي بلج سيتون بلج اذن هي ما تعيش لاباس في بلجيك تكون متبوعه هذيك فريده بالقسام لا جورناليست هذيك لي مزوجه مع بن حمادي لي بن حمادي لي هاو بارلمونتير لي رشا لي بارلمونتير باش ما ينحيوش الحصانه كيف اخوه في الحبس والاخر لا لا ما كاش من هادي كيما قلت لكم سي با لوجيك واش صاري في الجزائر سي با لوجيك اذا هاد العصابه حبوا الازمه تجي تتازم مادا بيهم هما باسكو علاش شكون ياخذها تاخذها الامه والامه الجزائريه صامده حتى يطرو يروحوا كاع وكيما يهضر تهضر الامه تقول لك لي جينيرو على بوبال والجزائر تدي الاستقلال لي دو بوازون في الجزائر لي جينيرو اي لو اف ان ان ما تنساوش حزب جبهه التحرير الوطني ونقول لكم يا خوتي السلام عليكم يلا بروشان وقراو تاريخ قراو تاريخ يا خوتي لان التاريخ يعاود نفسه ونقول لكم السلام عليكم وتحيه الامه الجزائريه